استعدادا لإحياء زيارة أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. أعدت جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع كربلاء خطة استراتيجية لخدمة الزائرين من خلال تهيئة المستلزمات البشرية والمادية واللوجستية وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية والعلاجية والتوعية الصحية بمشاركة 626 منتسبا ومتطوعا ونشر 26 عجلة إسعاف على المحاور الأربعة ومركز المدينة لنقل الحالات الطارئة والمرضية للمشافي. بالأساس احنا أحد المبادئ الأساسية لجمعية الهلال الأحمر هي مبدأ الإنسانية، فكل شيء أي جانب إنساني طبيعي يتلقى ترحيب من الزائرين الكرام، ولا سيما هم متعبين مرهقين نتيجة المسير لمسافات طويلة إلى مدينة كربلاء، فهم بحاجة إلى هذه الخدمة الإنسانية. تقوم جمعية الهلال الأحمر العراقية بكافة الخدمات من خدمات طبية وإسعافات أولية. الحمد لله والشكر جميع المشتركين بجمعية الهلال الأحمر العراقية يقومون بالواجبات الإنسانية والخدمات للزائرين. وبحسب المتطوعين فإن واجباتهم بالإضافة إلى المفارز الطبية تهيئة الغذاء للزوار والمبيت أيضا. احنا مفرزة طبية من الهلال الأحمر نساعد الزوار على تسجيل أطفالهم ومساعدات طبية وأدوية ومبيت. وبحسب جمعية الهلال الأحمر فرع كربلاء فإن المفارز الطبية امتدت على محاور المدينة من جهة محافظات بغداد وبابل والنجف، فضلا عن نشر مفارز في مركز المدينة وأطرافها وتهيئة 55 مفرزة طبية و7 مستشفيات حكومية فضلا عن المستشفيات الأهلية.